آخر تک صحیح آ رہی ہے، اس لیے آپ حضرات خوب جذبات کا اظہار کریں، آپ کی داد سے انشاءاللہ چار گنا اور یہ پڑھ سکیں گے، سمجھ آئیے گا؟ ہاں سبحان اللہ زوردار کو اٹھی دے نعرے مارو، صرف سٹیج والا مسئلہ نہیں ہے، فإذا هو خصيم مبين.
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم وهو الخلاق العليم الذي جعل لكم من
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا سب حضرات اطمینان سے بیٹھے، انشاءاللہ جامعہ عبداللہ بن مسعود کا اجتماع ہے، ایک زبردست ہیرا آ رہا ہے، اس کو 10 منٹ سن لو، پھر اس کے بعد تمہارے خود فیصلہ کرنا۔ قاضی مطیع اللہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ آپ اس ہیرے کو سنیں گے، پہلے آپ کو خوش تر تھوڑا سا خوش کر بیک ہے۔